يسرى كوين هل انفصلت فعلا عن زوجها ماروكينو؟ إليكم التفاصيل. أثارت التيك توكر المغربية يسرى كوين جدلا واسعا بسبب تدوينة ألمحت من خلالها إلى انفصالها عن زوجها التيك توكر الملقب بماروكينو. وجاء في ستوري يسرى عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام: احسن كادو وصلني هاد الليله من عند زوجي العزيز، شكرا بزاف واسمح لي على كل شيء، وانا تفهمت قرارك ومن حقك، والله يكمل على كل واحد فينا بالخير. للإشارة أن تدوينة يسرى كوين قد أشعلت عدد من الصفحات الخاصة بأخبار المشاهير عبر تطبيق الأنستغرام، رجح العديد لانفصالها عن زوجها ماروكينو، وذلك بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها. في المقابل لم يصدق البعض المتابعين تدوينة يسرى، متهمين إياها بالسعي وراء البوز، على غرار عدد من مشاهير السوشيال ميديا الذين يؤلفون خلافات وقصص وهمية من أجل السعي وراء الربح المادي. من جانبه التزم ماروكينو الصمت ولم يؤكد أو ينفي شكوك الكثيرين التي تحوم حول انفصاله عن زوجته يسرى كوين.